بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض النهاردة باقي الجزء للباب الرابع اللي كان بيتكلم عن الأطفال اللي هم الحديث الولادة. واتكلمنا المحاضرة اللي فاتت والحصة اللي فاتت عن الرعاية التمريضية للأطفال حديث الولادة والعناية بالأطفال المبتسرين، هنتكلم عنها النهاردة. اتكلمنا قبل كده وقلنا ايه هو الطفل حديث الولادة كامل النمو، وعرفنا ازاي بنقيم الطفل حديث الولادة، وقلنا كمان الرعاية التمريضية لحديث الولادة في حجرة الولادة، وكان في الحديث الطفل حديث الولادة في حجرة الأم وحجرة الأطفال، وقلنا الرعاية التمريضية اليومية اللي بنقدمها للطفل حديث الولادة. طيب النهاردة هنتكلم عن الطفل المبتسر. احنا اتكلمنا الحصة اللي فاتت عن الطفل كامل النمو، النهاردة هيكون كلامنا عن الطفل المبتسر. الطفل المبتسر هو اللي بيتولد قبل إتمام 37 أسبوع من الحمل. طيب ده بيكون عنده عرضة هنا للأخطار وبيحتاج إلى رعاية أكبر. طب أسباب الولادة للطفل المبتسر، ليه الطفل بيتولد عندي أقل من عمره الطبيعي؟ ممكن يكون عندنا في سبب من الاسباب اللي هنتكلم عنها دلوقتي، اما عمر الام اقل من 17 سنه او اكتر من 35، التاريخ العائلي لولاده الاطفال بيكونوا مبتسرين وممكن تكون عندهم عوامل وراثيه، عدم وجود عنايه للام ما بتتابعش الحمل، تكرار الحمل التوأم وعندها سوء تغذيه، ممكن يحصل انفصال مبكر للمشيمه ده بيخلي الطفل يتولد قبل ميعاده، الامراض المزمنه للام ممكن يكون عندها سكر او امراض القلب، التعرض للاشعاع وتناول بعض الأدوية، والحوادث اللي ممكن تحصل للأم، اتخبطت حصل لها حادثة لا قدر الله. في أسباب كتير قوي ممكن تخلي الطفل يتولد قبل ميعاده، عشان كده بنقول عليه طفل مبتسر. طيب الطفل المبتسر ده بيكون محتاج عندنا حاجات كتير قوي، بس الأول نعرف ايه هو العمر الرحمي. هو عدد الأسابيع اللازمة لنمو الجنين داخل الرحم. الطفل هنا بيكون طبعا ناقص في الوزن، ان هو بنقول غير كامل النمو، مش مكتمل في النمو. الوزن بتاع الطفل بيكون اقل من الطبيعي، الطبيعي قلنا من 2.5، هو بيكون اقل من 2.5 بغض النظر بقى عن الاشهر الرحميه، يعني هو بيتولد اقل من الوزن الطبيعي. حديث الولاده هنا حسب العمر الرحمي، في طفل هنا بيكون اقل من 37، في طفل مكتمل النمو وده بيبقى من 37 ل 42 اسبوع. طب ايه هي خصائص وصفات الطفل المبتسر؟ احنا كنا اتكلمنا عن الطفل الكامل النمو، هنلاقي فيه حاجات كتير مختلفة طبعا عنه. اول حاجة الوصف العام، هنلاقي حجم الطفل بيكون صغير، الاطراف بتاعته بتكون ملامسة للسرير، بنلاقي الحركة بتاعته قليلة جدا، ورد الافعال والانعكاسات اللي اتكلمنا عنها الحصة اللي فاتت ما بتبقاش موجودة. هنبص على الجلد، هنلاقي لونه احمر مجعد، بيتغطى بشعر كتير قوي، يبقى فيه شعر كثيف على الجلد كله، على الجسم كله، بيكون هنا لون الجلد شفاف، بتبصي عليه كويس كده تلاقي الاوعيه الدمويه باينه كويس قوي ومحسوسه، مفيش هنا طبقه دهنيه تحت الجلد. لو بصينا على الراس هنلاقي الراس هنا كبيره. احنا لما اتكلمنا عن راس في الطفل الطبيعي كانت الراس تقريبا تلت او ربع جسم الطفل، هنا الراس هنا بتكون كبيره بالنسبه لحجمه، رغم ان هي الراس بتبقى صغيره بس جسمه بيبقى اصغر كمان من الراس. شعر الراس هنا بيكون متلاصق وقريب قوي من حواجبه، بتحس ان وشه او ملامحه مش واضحه. العين هنا بتبقى واضحه لكن مغمضه. لو بصينا على الاذن هنلاقيها لينه قوي نتيجه ان الغضاريف عنده ضعيفه. القفص الصدري بيكون ضعيف طبعا وغير متماسك. البطن بيبقى حجمها اكبر من الطفل الطبيعي. الثدي عنده الحلب هنا مجرد ان هي عباره عن نقطه، لكن في الطفل كامل النمو كنا بنلاقي الثدي متورم، وقلنا دي تبقى عباره عن هرمونات الطفل اكتسبها من الام اثناء الولاده. في هنا الاطراف هنلاقي هنا ايديه ودراعه مفرود على طول مش متنيه، العضلات طبعا ضعيفه وصغيره. ضوافر الايد بتبقى ناعمه قوي وقصيره ما بتبقاش واضحه خالص. الاعضاء التناسليه احنا كنا عرفنا الطبيعي، هنا بقى في الطفل اللي هو المبتسر او غير الطبيعي بنلاقي هنا عند الخصيتين موجوده في الخصيه في كيس الخصيه او معلقه في القناه اعلى الكيس، ودي طبعا بتكون هنا لونها فاتح وناعمه قوي. الانثى بتبقى الشفره هنا كبيره بتغطي الشفره الصغرى. الانعكاسات بيبقى عنده ضعف في كل الانعكاس، يجي يرضع مش عارف يرضع، يجي يبلع مش عارف يرجع يبلع. المعوقات الفسيولوجيه للطفل المبتسر، اول حاجه في المعوقات الفسيولوجيه سهوله الاصابه بالعدوى، هو طبعا ناقص في النمو، والطفل الطبيعي كمان بيبقى عرضه كبيره للاصابه بالعدوى. الطفل المبتسر بيبقى اكتر اصابه من اي طفل تاني عادي. الاعراض اللي بتظهر عليه هنلاقي فيه هنا حالات تسمم، في التهاب في الجسم طبعا نتيجه ان هو عنده نقص مناعه ونقص في الاجسام المضاده للامراض، فبالتالي بيبقى سهل قوي ان هو يحصل له اي مشكله. بنلاقي فيه عنده كحه وسعال، في التهاب في العين،
في التهاب في الفم، التهاب في السره، عنده مناعه ضعيفه جدا، فبتلاقي فيه التهابات في حاجات كتير او ممكن يتولد بيها. طيب طرق الوقايه والعلاج، طبعا دايما الوقايه بتبقى خير من العلاج، على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نهتم كويس او بالادوات اللي بنستعملها للطفل، كل الادوات اللي بنستعملها منه لان هو ضعيف ما عندوش مناعه، بنحاول ان هنا ان خلو من يعتني بالطفل مثل الطبيب والممرض من الامراض. الطفل اللي لما بنتعامل معاه لازم اللي بيتعامل معاه ما يكونش عنده لا برد ولا عنده اي عدوى علشان ما تتنقلش منه للطفل على طول. بنراعي هنا قواعد العزل اثناء العمل، يجب ان تكون وحده المبتسرين بعيده عن باقي الاجسام. ليه؟ عشان طبعا ما يبقاش في عرضه ان اي حد يتنقل من مكان لمكان يسبب له عدوى. بيبقى عنده فيه هنا صعوبه في التنفس، دي من ضمن المعوقات الفسيولوجيه اللي بتحصل للطفل. صعوبه في التنفس ديت بتبقى نتيجه نقص هنا نمو الرئه والضلوع، وكمان نمو اللي هو التنفس عنده بيكون قليل جدا في المخ. طيب الاعراض اللي بتظهر عنده ايه؟ بنلاقي عنده فيه هنا عدم انتظام في التنفس، وعنده كمان التهاب رئوي. طيب طرق الوقايه ايه للطفل اللي عنده مشكله في التنفس او صعوبه في التنفس؟ بنعمله طبعا تشفيط باستمرار عشان نشيل المخاط، عشان نسلك الممرات الهوائيه قبل ما يرضع عشان يقدر يبلع كويس. بنحط الطفل في الحضانه ونديله اكسجين رطب، ونحاول ندفيه بالتدفئه الكافيه اللي هو محتاجها. وضع الطفل في جهاز التنفس اذا احتاج الامر، لما بتكون فيه الامور هنا بتبقى شديده شويه، بنغير وضع الطفل كل ساعتين علشان ما يبقاش فيه عنده مشاكل في الجهاز التنفسي ولا في الجلد. ثالث مشكله بيقابلها، بنلاقي فيه عنده انخفاض في درجه حراره الجسم. هو الطبيعي الطفل بيبقى نازل محتاج لدفء، على ان طبعا الجو والمناخ ودرجه الحراره داخل جسم الام غير لما بيطلع بره في الطبيعه او في الجو المناخي اللي احنا عايشين فيه. فبالتالي هنا بيبقى فيه عنده انخفاض في درجه حراره جسمه، ده بيبقى بسبب نقص نمو هنا مركز تنظيم الحراره في المخ، ونقص كمان الدهون تحت الجلد، عشان كده بيبقى فيه عنده نقص في مخزون الجلوكوز اللي في الكبد. ايه الاعراض اللي بتظهر عليه؟ بنلاقي فيه ارتفاع او انخفاض بدرجه الحراره، درجه الحراره عنده مش مظبوطه، شويه تلاقيها مرتفعه وشويه تلاقيها منخفضه. طبعا بيبقى عنده رعشه باستمرار لانه طبعا مش حاسس بالايه، بالحراره الطبيعيه اللي هو محتاجها. الوقايه هنا بنحط الطفل هنا في بيئه دافيه بعد الولاده، ويفضل ان احنا نحط الطفل ده في المحضن بحيث ان هو بيبقى محطوط في درجه حراره ثابته لحد ما درجه حراره جسمه تستقر. طيب في عندي بعد كده حاجه اسمها من ضمن المشاكل برضو، صعوبه في الرضاعه والتغذيه. صعوبه في الرضاعه والتغذيه ده بيكون بسبب حدوث، ده بيتسبب هنا حدوثه عن الآتي. أول حاجة في عنده هنا ضعف في نمو الانعكاسات الخاصة بالمص والبلع، بنلاقي فيه هنا حجم المعدة بيكون صغير، وده نتيجة نقص نمو وفتحة البوابة عند عضلة المعدة. بنلاقي فيه ضعف في عضلات الجهاز الهضمي وعدم القدرة على هضم المواد الدهنية. الأعراض اللي بيحس بيها، بنلاقي فيه عنده قيء ونقص في الوزن وفي انتفاخ في البطن، أو عنده إسهال وإمساك. طيب نعمل له إيه الطفل ده؟ أول حاجة هي التغذية بالأنبوبة المعدية أو القطارة، بنديله هنا الرضاعة بتكون قليلة من المواد الدهنية، بنديله طبعا الرضاعة الطبيعية يفضل لأنها بتكون مناسبة جدا لسنه وبتبقى سهلة الهضم. ما بنحركش الطفل بقوة بعد ما يرضع، وبنحاول نحن نحطه على الجنب الأيمن برفق لأنه طبعا بيكون لسه راضع، مش عايزين نحرضه لأي إيه، لأي إجهاد عشان ما يطلعش كل الأكل هو كله. طيب بيبقى في عندنا هنا صعوبة في الرضاعة، وقلنا ديت سببها إيه؟ بيبقى قلنا ضعف في انعكاسات خاصة بالمص والبلع، في صغر في حجم هنا المعدة، عدم القدرة. الأعراض قلنا قيء وإيه وإسهال أو إمساك. المشكلة الخامسة اللي عندنا بتقابلنا للطفل هنا القابلية للنسف، ده نتيجة هنا ضعف جدار الأوعية الدموية. كل حاجة عند الطفل بيبقى نازل بيها ضعيفة، هنا نقص في جدار الأوعية الدموية، وده نقص في المواد هنا اللي بتساعد على تجلط الدم وكذلك نمو الكبد. طب إيه الأعراض اللي بتظهر عنده؟ ممكن يحصل له من مشاكل طبعا نزيف في المخ أو نزيف تحت الجلد. طيب نعمل إيه أو الوقاية؟ طبعا لازم نديله هنا فيتامين كاف مباشرة بعد الولادة، وفي الحالات الخطيرة أو ممكن نعمله نقل دم. الأنيميا، الأنيميا تنتج عن نقص الحديد في الدم أو سرعة تكسير كرات الدم، أو ممكن يكون عنده نزيف فبالتالي هتسبب له أنيميا. الأعراض اللي بنشوفها عليه، بنلاقي فيه شحوب طبعا في اللون، هنلاقي فيه صعوبة في التنفس مش قادر ياخد نفسه. إيه العلاج بتاعه أو الوقاية؟ بننقله دم وبنديله حديد وفوليك أسيد.
طيب نسبة الصفرة في الدم بتكون عاملة ازاي عند الطفل دوت؟ بيبقى فيها طبعا ارتفاع في نسبة الصفرة في الدم. ارتفاع نسبة الصفرة في الدم في الطفل المبتسر ده نتيجة برضو نقص نمو الكبد، الطفل الناقص في النمو وحتى في الأعضاء الداخلية اللي مولود بيها، فبالتالي بتسبب لي مشاكل من ضمنها نسبة الصفرة، ارتفاع في نسبة الصفرة دوت نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء. طب ايه الأعراض اللي هتظهر عليه؟ بنلاقي ان الطفل هنا الصفرة بتاعته الصفرة الطبيعية، بنلاقي كمان ممكن تكون في زيادة صفرة وفيها تشنجات. طرق الوقاية، بنحط الطفل دوت بالعلاج بالضوء، بيبقى فيه زي المحضن بيركز ضوء على الطفل، بيمده بالاحتياجات اللازمة ليه بحيث ان الصفرة ديت بتاخد اكتر من يوم او 2 او 3 حسب حالة الطفل. بنديله سوائل كتير عشان يعوض طبعا البروبلين اللي بينزل منه، بنديله فيتامين كاف، بنغير دم الطفل في الحالات الشديدة قوي اذا احتاج الامر الى كده. في مشكلة تاني بتقابلنا اللي هي ظهور أديمة بالجسم كله، دي بتبقى نتيجة هنا نموه نقص في النمو الكلي أو قلة إفراز البول. ده بيحصل هنا في نقص البروتين في الدم. طرق الوقاية بتاعته، بندي سوائل عشان ننظم سوائل الجسم ونديله غذاء غني بالبروتين. طيب نقص السكر في الدم بقى ده بيكون حدوثه سببه اللي هو نقص الجلوكوز اللي هو المختزن بالكبد، وده بينتشر عند الأطفال اللي بتعاني أمهاتهم من البوليسكري. لو الأم عندها مرض السكر الطفل بيتولد برضو عنده مرض السكر. ايه الأعراض اللي بتظهر عنده؟ بنلاقي فيه تقلصات، في عضلات هنا بيبقى بيحصل فيها تشنجات، وطبعا بنلاقي جسمه لونه أزرق. طرق الوقاية والعلاج، بندي للطفل هنا رضعات جلوكوز 10%، بندفي الطفل كويس قوي من جانب ان هو يحصل فيه انخفاض في الحراره والرعشه، بنبدا ندي الرضاعه مبكرا بعد الولاده مباشره، يبدا الطفل يرضع ونرضعه طبعا رضاعه طبيعيه بيكون افضل من اللبن الصناعي. ايه المشاكل اللي بتحصل؟ نقص الكالسيوم، نقص الكالسيوم ده هيبقى نتيجه في نقص النمو وفي زياده في الفسفور، يبقى الكالسيوم بيقل وفي الفسفور بيزيد. لما الكالسيوم بيقل بيديني ايه؟ بيحصل عند الطفل ده تقلص في العضلات، تلاقي فيه تشنجات، في قلق وعدم راحه. طب ايه الوقاية؟ كل الطرق اللي بنتكلم عنها والعلاج، اول حاجة بنقول بندي للطفل الرضاعة، رضاعة كافية او رضاعة طبيعية. طبعا الطفل ده عشان التشنجات اللي بتحصل له بندي له مهدئات، بندي كالسيوم عن طريق الوريد ونسب معينة والطبيب هو اللي بيحددها. طب العناية التمريضية بعد الولادة مباشرة، نفس هي العناية التمريضية اللي قلناها في الطفل كامل النمو، ان احنا بنقيس العلامات الحيوية، بنشفط الافرازات، كل العلامات الحاجات اللي قلناها في الطفل كامل النمو هنعملها برضو مع الطفل المبتسر. طيب هنزود عليها شفط هنا المخاط من المسالك الهوائية، هنحط الطفل هنا في وضع مائل بحيث يكون اعلى من راسه عشان نساعد المخاط ان هو يخرج. بنهتم هنا بالحبل السري، بنهتم بالعينين، بندي اكسجين اذا احتاج الامر، بنعمل كمان هنا تدفئه للطفل كويس جدا، وبعد كده ننقله قسم المبتسرين لحد ما نحط له الحضانه او نحطه في الحضانه ويبدا ياخد درجه الحراره اللي هو محتاجها. وبنحط ما ننساش الاسوره اللي بنحطها على الطفل او على ايد الطفل اللي هي اسمها اسوره التعريف. بندي طبعا فيتامين كاف بالعضل، حمايه الطفل طبعا من العدوى اللي هي بنتبع معاه قواعد العزل. طب العناية التمريضية بقى في أول 48 ساعة اللي احنا قلناه ده العناية العامة اللي بنعملها لكل الأطفال إذا كانوا مبتسرين أو إذا كان طفل كامل النمو. طب العناية التمريضية بقى في أول 48 ساعة ما بتختلفش كتير غير بعض الحاجات البسيطة اللي بنقولها هنا. بنقول هنا في ال 48 ساعة بنقيس برضو العلامات الحيوية، نبض، تنفس، حرارة، وبنشوف كمان إذا كان قدر يتكيف مع درجة حرارة المحضن ولا جسمه لسه حاسس بانخفاض في درجة الحرارة ولا ارتفاع. بنغير وضع الطفل باستمرار كل ساعتين، بنتأكد هنا من تركيز الأكسجين والرطوبة اللي موجودة في الحضانة، بحيث ان تركيز الأكسجين تقريبا بيبقى من 30 ل 40% ونسبة الرطوبة من 55 ل 65%. لازم نوزن الطفل طبعا بنفس الميزان وبنفس الوقت علشان نعرف اذا كان في زيادة ولا مفيش زيادة في وزن الطفل. بنهتم بالحبل السري، بنعمل تشفيط من الفم والأنف كل ساعة عشان نتأكد ان الممرات الهوائية عنده سالكة. بنبلغ الطبيب امتى او الممرضه اللي هي المسؤوله اللي هي مثلا الهيد نيرس او رئيس التمريض الموجوده في القسم، لما بنلاقي فيه ازرقاق في جسم الطفل ونلاقي فيه توقف في التنفس، او نلاقي عظمه القص حصل فيها انخساف للداخل، عظمه القص دي دخلت لجوه شويه القفص الصدري، هنلاقي فيه صفره او انتفاخ في بطن مفاجئ او زياده او انخفاض في نشاط الطفل. كل دي حاجات بنبلغ بيها فورا الطبيب او نبلغ بيها الممرضه اللي هي المسؤوله عن القسم كله.
كمان بنقيس درجة الحرارة والتنفس في الحضانة، وبنشوف تركيز الأكسجين، وكل ده بنسجله وبندونه. بنرضع الطفل حسب ما الطبيب بيبقى كاتب له الجرعات المناسبة ليه، وبنحط قرن على جنبه الأيمن برفق بعد ما يكمل الرضاعة، وبنحاول إن احنا نخلي الطفل يتجشأ أو يخرج الهواء اللي هو بلعه وهو بيرضع عشان ما يحصلوش قيء بعد الرضاعة. بنعمل طبعا حمام للطفل، حمام الطفل دوت بيبقى قبل الرضاعة عشان ما نخليهوش بعد ما يرضع يحصل له قيء. بنخليش الطفل عريان في الحضانة، لا بنسيبه عريان علشان نقدر نلاحظه عشان نشوف لونه، نشوف الحركات بتاعة جسمه، لكن طبعا الحضانة بتكون مقفولة ما بنفتحهاش عشان نحافظ على درجة الحرارة داخل الحضانة، ما بنفتحهاش الا عند اللزوم الحضانة عشان نحاول على ثبات درجة الحرارة وتركيز الاكسجين فيها عشان ما يبقاش فيها اي تلوث خارجي للطفل. تركيز الاكسجين قلنا بيبقى تقريبا 40%، ما يزيدش عن كده عشان ما يعملش مضاعفات في عين الطفل ويسيبه بالعمى. لما بتتحسن حالة الطفل الصحية بنبدأ ناخده ونحطه في سرير عادي بحجرة الإفاقة، وندفيه كويس قوي بعد ما نشيله من الحضانة تدريجيا، ونغلق المحضن وبنقفل الأبواب بتاعتها، وبنهتم طبعا بيه وبنحطه تحت الملاحظة خلال 2 أو 3 أيام عشان نشوف درجة حرارة الطفل بتبقى ثابتة ولا متغيرة. إذا كانت هنا الطفل فيه مشاكل طبعا في التنفس أو في الحرارة بنبدأ نرجعه تاني المحضن، لكن إذا كان فيه استقرار خلاص يبقى الطفل كده طبيعي نقدر نطمن عليه ويخرج بالسلامة من المستشفى. بنطمن طبعا بالظروف الملائمة ليه في البيت، وبنعلم الأم كويس أوي إزاي تهتم بالطفل عشان تقدر تهتم بيه وهو في المنزل. تالت حاجة عن العناية التمريضية للأطفال، هنا بنقول في عندنا حاجة اسمها الحالات الحرجة. الحالات الحرجة ديت هنتكلم عنها، في مشاكل صحية بيتعرض ليها الطفل تحت اسم الحالات الحرجة. ليه؟ بسبب عدم اكتمال هنا الجسم التشريحي والفسيولوجي والكيميائي لجسم الطفل. زي ايه؟ زي انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض في نسبة السكر في الدم، او الصفرة. انخفاض في درجة الحرارة طبعا دي بتكون هنا عملية، هنا الانتاج الحراري، العملية هنا معقدة، في هنا الجهاز الدوري بتاعه والعصبي والتمثيل الغذائي، دي كلها اجهزة جسم الطفل ما اكتملتش نموها، فبالتالي بيحتاج الى الدفء جسمه. هنا بيحصل هنا ان هو بيفقد الحرارة، ودي عامل اساسي علشان الطفل يحصل ان هو يبقى على الحياة. احنا دلوقتي لو قاعدين سقعانين او قاعدين جسمنا سخن قوي او برد قوي ما بنقدرش نتحرك، ما بنقدرش نمشي، فدي حاجة مهمة جدا جدا للطفل علشان يقدر يكمل حياته. طيب الطفل هنا الحرارة المفروض ان هي بتكون حرارة جسمه، انخفاض في درجة الحرارة، يعني لو قسنا درجة حرارة الطفل هنلاقيها اقل من 36.5. طب ايه اسباب انخفاض درجة الحرارة بتاعت الجسم؟ اول حاجة البيئة اللي هي حواليه، ممكن تكون الجو بارد. العناية بالطفل هنا بعد الولادة مباشرة ممكن ما تكونش عناية كافية، ان انا ما نشفتش جسمه كويس فالطفل خد برد. ممكن تكون الملابس بتاعته مش مدفياه، او هو بعيد عن امه لفترة طويلة. عدم وجود التدفئة هنا اللازمة، لما باجي انقله من غرفة الولادة للوحدة الخاصة بالاطفال ما قدرتش وانا بشيله او بحمله من مكان لمكان ادفيه كويس اوي، اصابته ببعض الامراض اللي ممكن تسبب لي انخفاض في درجة الحرارة. طب ايه العلامات الحيويه او العلامات اللي بنشوفها والاعراض اللي بنشوفها على الطفل اللي عنده انخفاض في درجه الحراره؟ هنبص على ايديه او على رجليه بنلاقيها بارده، يجي يرضع بنلاقيه مش قادر يرضع وعدم قدرته على الرضاعه، بيعيط بس عياطه خفيف او ضعيف، صوته مش طالع وهو بيعيط، في تغيير في لون الجلد، بنلاقي جلده من شحوب الى ازرقاق في الاطراف، في زياده في التنفس والنبض. إذا استمرت درجة الحرارة كده في الانخفاض لفترة طويلة فإنها بنلاقيها بتشكل هنا خطورة طبعا عالية، وبيقل النبض وممكن يحصل نزيف في الجهاز التنفسي. العناية التمريضية للطفل اللي عنده انخفاض في درجة الحرارة، طبعا أهم حاجة ندفي الطفل كويس أو ندفي السرير وندفي المكان اللي هو قاعد فيه، بإن احنا ممكن نحط قربة مية دافية جنبه. بنلبس الطفل هنا ملابس كافيه عشان ندفيه ونخلي درجه حراره جسمه طبعا ونغطي راسه. بنقيس درجه الحراره من تحت الابط عشان ما نقيسهاش من الشرج. طبعا ليه ما بنقيسهاش من الشرج؟ علشان ما نعملش ضرر هنا للطفل، ان هو بيكون مناعته ضعيفه وممكن في الحالات ديت يحصل له جرح او يحصل له نزيف من فتحه الشرج. بنغذي الطفل كويس حسب الطبيب ما بيكتب له الوجبات اللي محتاجه او الرضاعات اللي عايزها. بنعمل هنا عناية تمريضية روتينية للطفل، بنطمن طبعا الأب والأم وخاصة الأم عن حالة الطفل، وبنقول لهم ايه هي الحاجات اللي ممكن يعملوها عشان حرارة الطفل تستقر. بنسجل هنا الملاحظات والأعمال التمريضية اللي احنا عملناها،
طبعا بنقيم حالة الطفل ويبلغ بيها الطبيب فورا لو فيها أي انحراف عن المسار الطبيعي، لو احنا شايفين أي حاجة مش طبيعية بنبلغ بيها الطبيب فورا. اتكلمنا عن انخفاض درجة الحرارة، نتكلم برضو عن انخفاض نسبة السكر في الدم. انخفاض نسبة السكر في الدم اللي هو الجلوكوز، الجلوكوز اللي موجود هنا في فترة الحمل اللي هو عن طريق بيتنقله عن طريق دم الأم، او اللي هو بيتنقل عن طريق من الحبل السري من الام سوري للمشيمه، ده بيكون في نهايه فتره الحمل بيبدا يخزن الجلوكوز في كبد الطفل. طيب المخ هنا هو العضو الاول اللي بيبقى مسؤول عن انخفاض السكر في الدم. ليه؟ لان هو بيكون المصدر الرئيسي للطاقه والنشاط، كمان بيعتمد على العمليه الفسيولوجيه وبينظم درجه الحراره في الجسم والانشطه كلها. حوالي 90% من مخزون الجلوكوز ده بيعرض الطفل طبعا لانخفاض نسبه السكر في الدم. طب إذا حصل انخفاض في نسبة السكر في الدم ده بيؤدي إلى حدوث تلف دائم بالمخ، وده يأثر على الطفل طول حياته. فمهم جدا جدا إن احنا ناخد بالنا من نسبة السكر في الدم عند الأطفال. طيب إيه هو بقى السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم عند الأطفال؟ هو الطفل اللي بتكون نسبة السكر في دمه أقل من 40 ملي جرام في الطفل مكتمل النمو و30 جرام في الطفل المبتسر. لازم نبقى عارفين النسب عشان لو هي قلت او زادت عن المعدل اللي احنا شايفينه نقدر نقول فيه ارتفاع او انخفاض في نسبة السكر اللي في الدم. ايه هي اسبابه؟ ممكن تكون الام اصلا زي ما قلنا عندها مرض السكر، استعملت بعض الادوات اثناء الحمل. الاطفال المبتسرين بيبقى عندهم اصابة او عرضة اكتر ان هم يبقوا عندهم انخفاض في نسبة السكر. الطفل اللي هو وزنه قليل عند الولادة، الصيام بيقلل نسبة السكر في الدم، ممكن تكون نتيجة صدمة أو تلوث في الدم. العلامات والأعراض اللي بتظهر عليه تقريبا أو عادة يعني بتكون وزن الطفل هنا بيكون أعلى من المعدل الطبيعي لعمر الرحم، يعني الطفل مثلا ممكن يتوزن 5 كيلو 4 كيلو ونص، بيكون معدل الزيادة في الوزن أعلى من المعدل الطبيعي. غالبا بيكون طبعا من أطفال مبتسرين اللي هي قبل ولادته. ممكن تظهر عليه علامات زي الرعشة التلقائية أو سرعة في التوقف، اضطرابات وبكاء ضعيف أو حاد، في سرعة في التنفس أو توقف تنفسي، بيبقى لون جسمه أزرق، في تشنجات حادة. طب ايه هي العناية التمريضية بقى اللي بنعملها للطفل دوت اللي عنده انخفاض في نسبة السكر في الدم؟ أول حاجة بنقيس نسبة السكر اللي في الدم في الحبل السري وبعد نص ساعة من الولادة، يعني بناخد أول نص ساعة من الولادة أو أول ما بيتولد الطفل بناخد عينة من الحبل السري نشوف نسبة السكر في الدم قد ايه. بنتابع طبعا هنا نسبة السكر في الدم في المعدل الطبيعي، بنلاحظ العلامات الحيوية ونبلغ الطبيب بأي تغيرات، بندفي الطفل كويس أوي عشان مفقدش الطاقة بتاعته ودرجة الحرارة، بنلاحظ التنفس، بنرضع الطفل بعد الولادة إذا كانت حالته تسمح، القيام بالرعاية التمريضية الروتينية. طيب مرض الصفرة في حديث الولادة اللي هو مرض اسمه اليرقان، اليرقان دوت هو ارتفاع نسبة الصفرة اللي هي البيروبين في الدم، ده بيؤدي الى اصفرار الملتحمه واصفرار جسم الوليد. الصفره اللي هي بتبقى عنده ديت في حديث الولاده دي بتكون طبيعي في اطفال كتير اول ما بتولد بيبقى عندها الصفره، ودي بتبقى حاجه طبيعيه فسيولوجيه في كتير اوي من الاطفال اللي بتولدوا اذا حصلت في اليوم الثاني للخامس بعد الولاده. وبعد كده الطبيب بيقرر او بيحدد هي الاختبارات اللي بنعملها عشان نتاكد ان الطفل دوت عنده الصفره او لا، على حسب النسبه اللي بتطلع بنبدا نقيم الطفل ده. الاطفال المبتسرين ممكن يكون في هنا عدم توافق دم الام زي الار اتش والفصائل الدم اذا كانت فصيلتها او او بي او 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 اي بي او. بنقول هنا الاطفال اللي بيعانوا من تلوث الدم، اطفال اللي عندهم تكسير وراثي لكرات الدم الحمراء، الاطفال اللي بيعانوا من الاختناق الوليدي. طيب المفروض هنا في الوقت دوت الممرضه بتخلي بالها من ايه؟ بتخلي بالها من لون الجلد، من اعراض تكسير كرات الدم، من اعراض مبكره ترسيب الصفره اللي هو البلوروبين. لون الجلد بنشوف هنا لون الجلد بيبقى شكله ايه، بنلاقي لون الجلد هنا اصفر وبيميل شويه للون البرتقاني دوت كده في الحالات الشديده قوي اللي هي فيه عنده صفره كبيره ولكن غير مباشره، بيبقى فيه عنده ارتفاع في الصفره غير المباشره. بنقول كمان لون الطفل هنا بيميل الى الاخضر في حاله الصفره المباشره. اعراض تكسير كرات الدم الحمراء، بنلاقي عنده شحوب، تضخم محسوس بالطحال، نحط ايدينا كده على الطحال او على البطن بيبقى الطحال محسوس تحت ايد الطبيب، بنلاقي سرعة في ضربات القلب. في أعراض مبكرة يعني لو ظهرت بدري كده عليه ممكن نعرف الطفل دوت مصاب بالصفرة ولا لأ. في فقدان هنا في القدرة على المص والرضاعة، مش قادر يرضع كويس، بيعيط بطريقة غير طبيعية، بيبدأ ياخد هنا الطفل هنا ووضع هنا غير طبيعي، تغيير وعي الطفل يعني شوية يبقى مركز معاه شوية يبقى دايخ،
في حركات غير طبيعية، وفي طبعا صوت للتشنجات اللي هو حاسس بيها. العناية التمريضية أول حاجة أتأكد من ارتواء الطفل يكون راضع كويس وشارب كويس. كمان بنقول إن الطفل في اللي هنا يكون بدأ يستعمل هنا يستخدم سوائل، ممكن عن طريق الوريد لو هو مش عارف يبلع. بنلاقي كمان هنا الرضاعة هنا الطبيعية ما نقدرش نوقفها، وما نديش كمان محاليل جلوكوز إلا عن طريق الفم. الناس اللي عندها او الاطفال اللي عندها هنا الصفرة او سرعة الترسيب الصفرة عالية، بنستعمل ليهم علاجين. في حاجة اسمها العلاج الضوئي. العلاج الضوئي هنا دوت نوع من انواع العلاج اللي بعالج بيها هنا الاعراض المبكرة للصفرة، او بنعالج بيها الصفرة. الهدف منه هنا ايه؟ ان الضوء دوت اللي احنا بنحطه، او بنحط الطفل في الحضانة وبنحطه تحت ضوء معين، الضوء دوت وظيفته ايه؟ ان هو بيحول هنا اللي هي الصفرة او البلوروبين اللي ما بيدوبش في المية الى مركبات سهلة ممكن تدوب وتنزل في البول. الضوء اللي بنستخدمه هنا الضوء دوت لونه ازرق واخضر وابيض. ده بيتم هنا تغيير اللمبة، مش اي لمبة، اللمبة دي بتبقى فيها ضوء معين بنركز بيه على جسم الطفل عشان يقدر يقوم بالوظيفة اللي قلنا عليها، ان هو يحول هنا المركبات اللي هي ما بتقدرش تدوب الى مركبات سهلة الذوبان وتنزل في البول. طيب ايه هي الخطوات اللي بنعملها لما نخلي الطفل يدخل هنا في الجهاز الحضانة او المحضن او نحطه تحت الضوء ده؟ اول حاجة بيخلع هنا الملابس كلها عشان يبقى جسمه كله معرض للضوء، لكن بنغطي بس الاعضاء التناسلية بالحفاضة عشان ما ايه ما تدخلش ضوء في المكان ده. بنحط هنا ضمادات، بنحط هنا زي شاشة او بنحط حاجة كده فوق عين الطفل عشان طبعا نتفادى هنا العين ان هي ما يحصلهاش اي ضرر من الضوء ده. بنحط الضوء هنا على بعد تقريبا 50 لـ60 سنتيمتر من الطفل. بنقفل الضوء دوت وقت الرضاعة الطبيعية ووقت الفحص عشان نقدر نتأكد ان الطفل هنا خد كفايته من الضوء اللي هو استعمله. ممكن نشيل الضمادة هنا وقت الرضاعة، اشيل الضمادة اللي فوق عينه وقت الرضاعة عشان يقدر يشوف امه او يشوف اللي بيديله الرضاعة. بنزود هنا المحاليل اللي بنديها عن طريق الوريد بنسبة من 20 لـ25% عشان نعوض السوائل اللي هو بيفقدها. بيغير وضع الطفل باستمرار عشان نسمح لاكبر جزء من جسمه ان هو يتعرض للايه، للاشعة ديت او للضوء اللي هو بيتعالج عنده. طيب بنخلي بالنا كمان ان ممكن تحصل بعض الاعراض الجانبية اللي ناتجة عن الضوء ده. زي ايه الاعراض الجانبية؟ طيب دي الحاجات اللي قلنا عليها اللي هي الاعراض الجانبية ممكن تحصل هنا، اعراض جانبية زي لين في البراز او طفح جلدي، او نقيس درجة، ونخلي بالنا من نقيس درجة الحرارة من وقت للتاني. بنهتم هنا بنسبة او بنتابع نسبة البروبين في الدم. في مضاعفات بقى ممكن تظهر عن طريق العلاج الضوئي زي زيادة في حرارة الجسم، علامات جفاف، سيولة في البراز عن المعتاد، في تغيير كمان في لون الجلد بتاع الطفل. طب بنعمل ايه؟ بندون وبنبلغ الطبيب المسؤول عنه في مدة العلاج اللي خدها قد ايه، المسافة بين الضوء والطفل قد ايه، كل دي حاجات بندونها وبنكتبها. نوع وكثافة الضوء، الضمادة او الشاشة اللي انا حطها على عين الطفل. بنوقف العلاج لما بيحصل فيه مضاعفات وبنبلغ الطبيب فورا عشان يقدر يديله العلاج المناسب ويعمله الاسعافات اللازمة في الوقت ده. في عندي حاجة اسمها تغيير الدم. تغيير الدم هنا دي من ضمن الحاجات اللي بنبدأ بنعمل بيها علاج للطفل لو في الحالات الصفرة الشديدة. الهدف منها هنا ان احنا بنعمل ازالة هنا للصفرة اللي هي البلوروبين في الدم، وبنشيل كرات الدم الحمراء اللي بتغطي الجسم بأجسام مضادة، وبنغير الدم من الحبل السري. طيب الدم اللي بنستخدمه لازم يكون دم طبعا كامل ومش خلايا حمراء بس، كمان لازم تكون هنا خالية من اي فيروسات او امراض معدية. الدم كمان بيكون فريش يعني لسه حد جايبه دلوقتي ومتبرع بيه، مش اقل من 48 ساعة من الدم المتبرع اداهوله. طب ايه هي خطوات بقى تغيير الدم؟ في خطوات هنا الممرضة لازم تكون واخدة بالها كويس قوي منها. اول حاجة بنتأكد طبعا من هوية الطفل، ما نروحش ناخد الدم ونديه لاي طفل، وكمان لازم يكون في موافقة من الاب والام على الاجراء اللي احنا هنعمله عشان لو حصل اي اثار جانبية او مضاعفات الطفل او الام ما تجيش تشتكي تقول ان انتوا اديتوا له حاجة من غير ما يكون في موافقة كتابية منها. بنتأكد طبعا من الفصيلة والدم المطلوب، وبنشوف الطبيب المسؤول عن الحالة. بنتأكد ان في ادوات افاقة تامة وبتبقى شغالة كويس عشان لو حصل لا قدر الله اي مضاعفات اثناء نقل الدم نبدأ نلحق الطفل. نغسل ايدينا كويس قوي قبل وبعد اي عمل تمريضي بنعمله. بنحط الطفل تحت جهاز تدفئة
بنثبت هنا الطفل وبنحافظ عليه ان هو يكون هادي طول فترة ان احنا بنديله هنا تغيير في الدم. بنوصل الطفل على جهاز اللي هو المونيتور اللي هو بنقيس بيه العلامات الحيوية، وبتبقى الشاشة قدامي كاملة وشايف فيها كل حاجة. طيب بنبعت بعد كده ان احنا بنبعت عينة علشان نشوف التحاليل الاتية، ان احنا نشوف فصيلة الدم موافقة ومتجانسة مع الطفل ولا لا. بنعمل اختبار اسمه اختبار كومبوس، بنشوف نسبة الهيموجلوبين في الدم، بنقيس نسبة البلوروبين في الدم. ما بنديش الطفل اي حاجة بالفم قبل عمل تغيير الدم من ساعة لثلاث ساعات، وبنديله طبعا محاليل. هنا بنقول الخطوات دي لازم تتم كلها في ظروف هنا معقمة. بنلازم نخلي بالنا كويس قوي من نسبة الجلوكوز في الدم والحمضية بتاعته، وبنعالج اي نقص في الجلوكوز. بنشوف كمان هنا كل خطوة بنعملها بنسجلها، اذا كنا سحبنا دم، حطينا ادينا للطفل دم، ادينا له هنا اكسجين، عملنا سجلنا علامات حيوية لقينا فيها اي مشكلة، كل دي حاجات لازم نسجلها وندونها كويس قوي. طيب دور الممرضة هنا اثناء تغيير الدم بتعمل ايه؟ طبعا بتبقى ملاحظة 24 ساعة. بنشوف كمان الطفل هنا وبنسجل كل العلامات الحيوية كل ربع ساعة، وبنبلغ الطبيب لو في اي تغيير. بنغير هنا كل 100 مل دم نبلغ بيها الطبيب. في هنا خلط الدم كل فترة عشان نمنع ترسب كرات الدم الحمراء. طيب دور الممرضة بعد تغيير الدم، بناخد عينة هنا بعد تغيير الدم مباشرة ونبدأ نوديها للمعمل عشان نشوف نسبة الصفرة اللي هي البلوروبين، ونعمل صورة دم كاملة، ونعمل كالسيوم وصوديوم وبوتاسيوم في الدم. بنحطه تحت العلاج الضوئي، بنقيس السكر كل 4 6 ساعات. بنقول كمان ان هنا نسبة البلوروبين نشوفها، نقيسها كل 6 ساعات عشان نطمن على النسبة بتعلى او بتقل. بنلاحظ هنا محيط البطن كل 6 ساعات لمدة 24 ساعة. لو في اي نزيف في الدم بيخرج يعني من الدم، او وجود دم في البراز، لازم طبعا نلاحظ الحاجات دي كلها ونبدأ نأيدها. بنسجل جميع العلامات الحيوية وبنحطها في ملف الطفل المريض. طب ممكن اثناء نقل الدم يحصل مضاعفات؟ طبعا ممكن يحصل مضاعفات، زي نزيف مكان الحبل السري، احنا بننقله عن طريق الحبل السري، بنلاقي فيه كمان التهاب في مكان الحبل نتيجة للعدوى. بنتأكد بقى بعد كده من العلامات الحيوية، بنلاحظ هنا فيه هياج او خمول في الجهاز العصبي نتيجة زيادة البلوروبين في الدم. طب الخمول دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ يا اما في قلة في نشاط الطفل، او في ضعف عام، او مش قادر يرضع كويس. الهياج دوت بيكون الطفل يا اما بيعض بصوت عالي قوي، في رعشة، في تشنجات، او في تقلص في الظهر. وبكده نكون خلصنا الباب الرابع. اتمنى تكونوا استفدتم وفهمتم من درس النهاردة، واتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.